طبعا بشكرك، حبيبه وعايزينك قلبك تقولي سلام. لنا بجد ايه هي الاسباب اللي بتضعف المناعه؟ يعني انا اعرف من دلوقتي عندي ضعف في مناعتي. اسباب كتيره جدا، اسباب قوليها لنا. كتيره جدا بتضعف المناعه. اولا المناعه، ان احنا نقوي مناعتنا ده امر اتس ماست، ده لازم نقوي مناعتنا، مش حاجه ترفيهيه اطلاقا. كل شويه فيروس بينزل، كل شويه وبيبقى فيه بكتيريال انفكشنز، فايرال انفكشنز، كانسر سيلز، حاجات كتير. لو ضعف المناعه حصل بيحصل مشكله. اوكي. من وطبعا المناعه هي الخط الدفاع الاول، انت لازم طول الوقت انت جسمك المناعه هو الجيش بتاعك. أوكي. لمحاربه كل الفيرال والبكتيريال انفكشن. ايه اسباب نقص المناعه؟ حاجات كتيره جدا ممكن نكون بنعملها في يومنا بتؤدي الى نقص المناعه واحنا مش عارفين. قولي لنا بقى. اولا زي ما قلتي سوء التغذيه ده بيعمل ضعف في المناعه. معقوله لما اكل اعمل ضعف في المناعه؟ لما ناكل كميه سكريات في اليوم من غير ما نعمل موازنه لنسبه السكر طبيعي ان يحصل ضعف في المناعه. طول ما انت بتعلي نسبه السكر في الدم طبعا بيبقى في مخاطر انك انت بتخشي في مرض السكر، ومخاطر انك انت بتهديلي المناعه بتاعت جسمك. السكر الزياده بيعللي الالتهابات في الجسم، بالتالي المناعه عندي بتقع. كثرت طول الوقت من الصبح لبالليل باخد اربع خمس اقراص مثلا مسكنات. وقلت قبل كده المسكنات بتتاخد للضروره زي ما الطبيب المختص بيكتب في روشته بتاعته المسكنات للضروره. صحيح. ما ينفعش الاكثار في المضادات الحيويه بدون لازمه وبدون داعي. اول ما احس بشويه مش عارفه ايه اقول ايه، انا هجيب مضاد حيوي بقى عشان ابقى كويسه. مضادات حيويه مهمه جدا بس وقت استشاره الدكتور. صحيح. لكن اخدها بدون داعي ده بيهدلني، وخصوصا بعد ما تعرضنا للفيروس ده ما بقيناش نقدر ناخده الا لما بقينا نستشير الدكتور. هو لازم يحصل حاجه عشان نخلي بالنا يعني، مش بالضروره اكيد. هو الحاجات دي كلها ما بتبقاش كده زي البونبوني زي ما انا قلت قبل كده. الحاجات دي بتبقى بالمونيتور وبالتوازن. اوكي. قله النوم، يعني ان انا افضل صاحيه قدام التلفزيون لاربعه خمسه الصبح وابتدي انام واصحى العصر، ده بيهدل المناعه. لان المناعه الوايت بلاد سيلز كرات الدم البيضاء بتتحفز وانت نايمه. أوكي. بالليل ديتوكسيفيكيشن في الجسم. بلس نقص الفيتامينات بقى، دي الكارثه. ان انا يبقى عندي نقص في الفيتامينز وانا مش عارفه وما باخدش سبلمنتس او ما باخدش مكمل غذائي في الفيتامينات المهمه للمناعه، زي فيتامين سي مهم جدا للمناعه جدا، زي الزنك. كلنا عارفين الزنك، حتى وقت الكوفيد 19 وزاره الصحه قالت لك نمشي على طول على فيتامين سي وزنك. صحيح مظبوط. لان دول الاثنين اللي بيقووا لي المناعه مع النحاس. فلازم ان انا اعرف اكل اكل صحي، نقلل السكريات وناخد مكملات غذائيه مرخصه. وانا بدعم جدا جدا الف مالتي فيت او اي ال بي مالتي فيت، لانه رائع، ومش بس للمناعه رائع كمان. طبعا لازم نحفظ شكل العلبه، اكيد ناس كتير خلاص عرفوا العلبه. لان احنا موجودين اولا الف مالتي فيت مرخص من هيئه سلامه الغذاء، وده يدي امان لكل الناس، ستات رجاله بتتفرج علينا، انها تاخد تابلتس او اقراص مرخصه. تمام. دي اول حاجه. طبعا تاني حاجه عندنا سلسله صيدلات كبيره موجوده في كل فروع محافظات مصر، فروعها موجوده في كل محافظات مصر، موجودين في سلسله الصيدليات. بلس اللي مش قادر ينزل يدور عليه في الصيدليه عندنا ارقام ظاهره على الشاشه. الناس اشتكت ان الارقام 24 ساعه مشغوله، حطينا رقمين اضافيين على الارقام القديمه عشان نقدر نوصل لكل الناس. شكرا ليهم بجد الاهتمام، يعني طالما انتوا استجبتوا وعرفتوا على طول فين على طول المشاكل. على طول وبنوصل لكل محافظات مصر، واكيد السعر رائع جدا مناسب لكل فئات المجتمع المصري بلا استثناء، واكيد السعر موحد بين لو اونلاين او صيدليه، ده فور شور. لما ما تقلقيش السعر اتقال امبارح على بجد فكل الناس عرفت خلاص. كل الناس عرفت. مصر كلها عرفت السعر رائع طبعا. عندي 30 قرص. اكلمينا عنهم بقى بليز، لان في ناس الكونسبت بتاعها انه ايه الفيتامين ده حاجه كده ترفيهيه. لا هو ما بقاش ترفيهي،
عمره ما كان الفيتامين ترفيه، لا هو عمره ما كان ترفيه ومش علاج يعني، هو لا هو ترفيه ولا احنا بناخده عشان نعالج بيه حاجه. لا لا ده لا ده كونسبت غلط جدا ان انا اخده عشان اعالج بيه حاجه. هو طبعا احنا كنا شايفين على الشاشه مميزات الفا مالتي فيت. ليه انا بدعم الفا مالتي فيت؟ لانه الاعلى في تركيز الزنك، الزنك مهم جدا. الفا مالتي فيت الاعلى في تركيز الزنك. عندي فيتامين بي كومبلكس بكل انواعه، صعب تلاقي ده في مكملات غذائيه طبعا. أوكي. انا عارفاه فاهمه قصدي. طبعا عندي كالسيوم اهي طبعا على الشاشه راجع تاني اهو، الاعلى في تركيز الزنك اولموست 24 ملي جرام. مناعه طاقه ذكوره، لان بيدعم الخصوبه عند الرجل وليس علاج زي ما قلنا. هنقول الفرق بين الدواء والفيتامين اكيد. وبيدعم جدا البشره والشعر زي البيوتين اللي بيدعم الشعر والبشره كمان. أوكي. يقوي المناعه ليه؟ عشان في فيتامين سي وفي زنك، الاثنين مقويين جدا للمناعه. غني بمجموعه فيتامين ب الكامله، وعندي الفوليك اسيد لزياده الطاقه وتحسين التمثيل الغذائي. التمثيل الغذائي مهم جدا. سرعه الايض وسرعه الحرق عندي مهم للطاقات الخفيه والطاقات اللي مش خفيه. أوكي. يعمل كمضاد اكسده. مضاد اكسده دي حاجه مهمه جدا جدا ان انا اخد انتي اوكسيدنت. جسمي بيتاكسد طبيعي من السن. أوكي. من عوامل خارجيه، من الشمس، من الاكل، الزيوت الغير صحيه والسجاير، لو حد بيدخن، كل الحاجات دي احنا بنعرض جسمنا للاكسده، فهو واقي للاكسده. يحتوي على مزيج من الزنك والنحاس. طب هل ينفع اخد مكمل غذائي زنك على المدى الطويل بتركيز عالي ومبقاش فيه نحاس؟ لا. أوكي. لان ده بيسموه الفيتامينات او المعادن اللي بتشغل بعضها. فزنك ونحاس، النحاس مهم جدا كعنصر مهم معاه ومهم بشكل عام. النحاس انتي ايجنج، مضاد للشيخوخه. الله حلو ده، فرائع.